اهتمام الجمهور البريطاني بثقافة الشرق وفنونه لم يعد مقتصراً على الإعجاب وحضور المهرجانات العربية والشرقية هنا في بريطانيا، بل تعدى ذلك إلى تبني تقديم بعض هذه الفنون وامتهانها. أنور العنسي تابع في إطار مهرجان ليفربول للثقافة العربية استعراضاً راقصاً لفرقة فنون البريطانية، وهي مؤلفة من مجموعة من النساء البريطانيات اللواتي امتهن الرقص الشرقي. When I was a child, I always wanted to dance, but not traditional English dancing. I wanted to shake my shoulders and my hips, but I didn't know the origin of the dance. عندما كنت طفلة كنت أود أن أرقص، ولكن بأسلوب مختلف عن الفولكلور الإنجليزي، بحيث أهز كتفي وخصري، لكني لم أكن أعرف تحديداً ما هو النوع الأصيل من الرقص العربي. وعندما بلغت 16 من عمري، عثرت والدتي على مدرسة مصرية، وبدأت أتعلم الرقص على يديها، وتدربت في مانشستر لمدة سنتين. وفي 18 من عمري قررت الذهاب إلى مصر للزيارة، ثم عدت إليها بعد 3 سنوات. لقد استمتعت بقضاء بعض الوقت في سيناء، وتحديداً في النويبة، وكنت أذهب إلى القاهرة ثم أعود إلى سيناء، حيث أمضيت 3 سنوات في تعلم رقص البدو. وعندما اندلعت حرب الخليج الثانية، كنت مضطرة لمغادرة سيناء والعودة إلى مانشستر، ولكنني قررت الاستمرار في مشواري لاحقاً. في لندن ذهبت إلى مدرسة لتعليم الرقص الشرقي، وتلقيت تدريباً ناجحاً لوقت طويل، ثم عدت إلى القاهرة حيث احترفت الرقص هناك لأكثر من عام. وبعد أن عدت إلى مانشستر، التحقت بفرقة فنون منذ نحو 2 عامين. طوال تجربتي الفنية، أعتقد أنني تمرست على أداء ألوان مختلفة من الرقص الشرقي والفولكلور البدوي، والاستعراضات الفنية المختلفة المعبرة عن التراث في مناطق متعددة. أكاد أقول أنني أرقص طوال اليوم. This is my third year now of Fanoon. Each year we tend to get different dancers in. Some have remained the same throughout. هذه هي ثالث مشاركة لي في عروض فرقة فنون. في كل مرة أقدم رقصات مختلفة. أعتقد إنه شيء جيد أن تمنح نفسك الفرصة للقيام بعمل كهذا. لدينا الآن حوالي 22 راقصة انضممنا إلى شركتنا. كما استغرق التدريب على هذا العرض نحو 6 أشهر، وهذه فترة قصيرة نتيجة أننا نعمل طوال الوقت. نحاول استقدام رقصات من دول المشرق لتعزيز معرفة الجمهور بالأسلوب الفلكلوري الصحيح، عوضاً عن الذي نراه في الملاهي. نحن نحب الشرق الأوسط ونود أن نمضي قدماً في هذا المشروع، وهذا ما نقوم به لنشر هذه الثقافة من حولنا. I started
first started dancing about 22 years ago. And I treated myself to. بدأت في تعلم الرقص قبل 22 عاما. في الواقع لقد شرعت منذ اليوم الأول بدراسته في مصر، وقد حاولت عمل الكثير لأدائه بإتقان. العرض الذي قدمناه اليوم هو جزء من فعاليات المهرجان الثقافي العربي في ليفربول، وفرقة فنون التي تشكلت قبل 4 سنوات هي أحد المشاركين الفاعلين خلال دورات المهرجان، مثل ما تفعلوا في فعاليات وأماكن مختلفة أخرى. من خلال إقبال الجمهور على حضور عرضنا أثناء المهرجان، أعتقد أن ما قدمناه كان أمراً مفاجئاً ومثيراً لاهتمام الجمهور، وتطابق مع ما كانوا يتخيلونه عن الرقص العربي.